السيف معطل في أحد المزارع في الصحراء الشرقية. وكما نشاهد معكم يعني العديد من المعدات سواء خاصة بالأهالي أو خاصة بالمحافظة والوحدة المحلية تستكمل أعمالها لليوم الخامس على التوالي ومحاولة انتشال الشاب من داخل محاولة القوات وإنقاذ قوات الإنقاذ انتشال طاقة تدخل اليوم هو اليوم الخامس له بعد أن سقط في هذا البئر العميق الذي يعني يبلغ عمقه حوالي 27 متر تقريبا. بعض الأهالي بيقولوا أن عمقه 27 متر آخر والبعض الآخر يقول أنه يصل إلى 30، في حين أن اتساع البئر لا يزيد عن 60 سنتيمتر وهو أساس المشكلة يعني الكبيرة التي لم يتمكن. أساس المشكلة كما ذكرنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين أن البئر اتساعه أو قطره من الداخل لا يزيد عن 60 سنتيمتر، وهذا تسبب في صعوبة كبيرة لانتشال الجثمان، حيث كان قد سقط مساء يوم الاثنين الماضي الشاب طه داخل البئر في حوالي الساعة 12 مساء بعد أن تناول يعني وجبة السحور وأثناء تجواله في المزارع التي يعمل بها هنا في المنطقة الصحراء كما نشاهد معكم. سقط الشاب داخل البئر وظل على تواصل مع أهله والذين يعني سمعوا صوته لمدة 5 ساعات تقريبا بعد أن سقط، ولكن في النهاية يعني اختفى صوته تماما حتى اليوم. ورغم إعلان المحافظة يعني وفاته والعمليات التي تتم من أجل انتشال الجثمان، إلا أن الأهالي يعني يعيشون على أمل أن يكون لا زال على قيد الحياة، خاصة أن الشاب محبوب من قبل الجميع وأرض طيبة بالأهالي وهو متزوج ولديه طفلين ويبلغ من العمر 30 سنة. اليوم الخامس على التوالي حيث يتواصل العمل في هذه المنطقة من أجل انتشال الجثمان. خطة العمل التي تتم حاليا من أجل انتشال الشاب من قاع هو عمل ممر أو نفق بطول تقريبا 35 متر قبل مكان البئر، ومن ثم يعني بعد أن يصلوا إلى العمق يسير هذا النفق في اتجاه قاع البئر لانتشال الشاب من أسفله. وجود صخور كثيرة طبعا في الأرض هنا في هذه المنطقة تسبب في مشكلة كبيرة في أعمال الانتشال، لذلك يعني أعمال الحفر والتكسير تأخذ وقت كثير من قبل قوات الإنقاذ. وكما نشاهد معكم يمكن في 2 حفار مثلا وحوالي 6 لوادح تعمل، والعديد من الأهالي يعني يتبادلون على القدوم إلى المكان صباحا ومساء على أمل الوصول إلى قاع البئر في أي لحظة من اللحظات. السابق وأكد أن محاولة انتشاله في الساعات الأولى عقب سقوطه داخل البئر كانت تتمثل يعني في إرسال الحمل إلى قاع البئر، وبالفعل تمسك به الشاب يعني
صوته لم يعني يستمع إليه الأهالي حتى اليوم. الأزمة كما ذكرناها لكم أعزائي المشاهدين تتلخص في ضيق فتحة وقطر الباب الذي لا يزيد قطره عن 60 سم تقريبا، وهو يعني شديد الضيق، لذلك يصعب نزول أي أحد بداخله. وحسب أقوال الأهالي أيضا أنهم حاولوا عمل يعني طريقة أخرى لجذب أو لإنشاء الشاب عندما سقط وكان لا يزال على قيد الحياة، حيث أحد الأشخاص حاول النزول في الباب وانتشال طه، ولكنه يعني بعد أن نزل على مسافة 6 أو 7 أمتار طلب أن يعني يرفعوه لأعلى لعدم وجود أكسجين كافي في المكان. نشاهد معكم الحفارات تعمل في العمق تحت للتكسير، واللوادر تقوم برفع المخلفات لأعلى. كميات هائلة من المخلفات خرجت من محيط البئر كما نشاهد معكم لعمل ما يشبه النفق الذي يعني يسير إلى أسفل أو يستهدف الوصول إلى أسفل وقاع البئر.